ما نامنش بحاجه واسمها الفشل، نعرف نامن بحاجه واسمها التجارب السلبيه، والتجارب السلبيه المفروض تكون مدرسه نقراو منها. التجارب السلبيه كي تبدا تتكرر عند الانسان يبدا يجيه الصوت الداخلي يقول له هاني قلت لك شفت ما تنجمش، هاك ما تنجمش المره اللي فاتت ما تنجمش، هاك المره اللي فاتت جبت 4 في الرياضيات، هاك المره اللي فاتت جبت 5 في الرياضيات. الاشياء اللي انت تتيارها بس صحيح. التجارب السلبيه انا عندي عامل اساسي في دمار الثقه بالنفس بالضبط، دمرك التجارب السلبيه. بالك اليوم يصرى لك موقف مع انسان يخليك تولي مثلا يخليك التواصل مع الناس تقطعوا، بالك واحد كيما احنا نقولوا يحرجك ولا تبدا يعني هي ثقه في الناس تنهز في بزاف مجالات، بيناتها التواصل مع الناس. كاين شي ناس تلقاه دائما قاعد وحده خايف يهضر مع الناس، هذا اكيد جه موقف ولا اثنان اللي جاء انسان وحشمو قال له انت ما تعرفش تهضر ولا انت نيفو ما كاين بزاف هكا بالضبط. سمحوا لي دقيقه اكرم، غير باش نواصلوا في نفس الاخر، على بالي بلاك راح تقول حاجه مفيده باذن الله تعالى، بصح باش نواصلوا في هذا الاطار. وحنا رانا في هي العليا، ماذا بينا نتكلموا في التشخيص ونمدوا الحلول في نفس الوقت، ماذا بينا نتغلبوا على هذا. صحيتي، انا هذا اللي كنت حاب نتكلم. الصوت الداخلي هذايا اللي جانا عن طريق الخبرات السلبيه، اللي عند جانا عن طريق التجارب السلبيه هذايا، الان كيفاش نسكتوه؟ كيفاش الصوت هذا الداخلي يسكت بانه ما لازمنيش، هو كيجيني ما لازمنيش انايا شغل نطاوعوا، لازم تقاوموا تجاهدوا. لانه مهما كان، نعطيكم غير مثال، كاين واحد ونحييه من هذا البلاطو الى راه يشوف فينا، كاين واحد فوت البكالوريا 4 مرات، قدراته في الدراسه عجيبه، صارت له خبره مع البكالوريا الاول ما جابوش، ومن بعد قعد كل ما يجي يروح يدخل الامتحان تاع البكالوريا يفكر باللي ما نجيبش البكالوريا، مادام هو سبق هذا المعتقد راح يدخل داخل القسم يوقع له انغلاق وانسداد عقلي، ما ينجم يجاوب، ما ينجم يدير حتى حاجه. والصوت الداخلي هذا كان يقول له دائما انت ما تقدرش، انت ما ديرش. مرات تلاقيت به انايا في ثانويه من الثانويات، هو المره الرابعه راح يفوت البكالوريا، المره الرابعه انا كي تلاقيت به شفته، لان من بين مظاهر اهتزاز الثقه بالنفس الوضعيه تاع الجلوس والوضعيه تاع المشي تاع الانسان. كي تشوف انسان كيفاش يمشي تعرف شكون اللي واثق، الواثق من نفسه كيفاش يمشي؟ الله يجازيك، مستقيم هاي خطوة سريعة، القامة تاعو تستقيم، زيد خطوات سريعة، صحيت واقصد في مشيك. الواثق من نفسه يمشي خطوات سريعة. سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام يقول عليه ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول كان أسرع الناس مشيا، يقول لك على الأقل إلى ما سبقش اللي راه يمشي معاه، إلى ما سبقوش يسبقوا بخطوة، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فأنا كي نشوف نمشي في الطريق نقول لك هذا عنده ثقة بالنفس، هذا ما عندوش ثقة بالنفس. من بين مظاهر اهتزاز الثقة بالنفس الجسدية، كاين حاجة اللي هي الانحناء، تلقى واحد هكذا منحني. شوفوا صحيت لاصق ديما في الحيط. من بين مظاهر اهتزاز الثقة صحيتي، يشد الأطراف كما يقولوا، يشد الأطراف. من بين مظاهر اهتزاز الثقة بالنفس في اللي تبان لك في الجسدية، في الجسد اللي هي عدم المبادرة. لو كان ما تخمش معاه انت ما يخمش معاك، هو ما يبادرش كما يقولوا باللاتينية il prend pas l'initiative، ما يبادر بحتى حاجة. لو كان ما يطرح له السؤال الأستاذ ما يبادرش، هو يرفد يديه. احنا لازم نكسروا هذا. نعاود نرجعكم للغيلاس. غيلاس كي كنت هذا أنا ذكرت اسمه يعاود أربع مرات هذايا، كي تلاقيت به شفته باللي قلت له كي خلصت الحصه قلت له نحتاجك ما تروحش وليدي نحتاجك. قلت له انا نشوف فيك وكانك، قال لي انا فوت البكالوريا 4 مرات وكذا. قلت له صح، طرحت له سؤال مباشر، قلت له انت كيف ترى نفسك بداخلك؟ لان الثقه بالنفس وش فيها؟ فيها قضيه الصوره الداخليه تاعك اللي هي معرفه الذات، كيفاش هو يشوف في روحه؟ قال لي نقول لك كيفاش نشوف في روحي؟ قال لي راني نشوف باللي العالم كله، الكرة الأرضية تتحرك، شوفوا هذاك الوصف، الكرة الأرضية تتحرك والعالم كله يتحرك ما عدا واحد اللي هو أنا، عندي سلسلة راهي مربوطة في رجلي مانيش قادر نتحرك. تعرفوا السلسلة هذيك وشنو هي؟ صوت الداخل، الصوت الداخلي السلبي اللي كان يقول له باللي أنت ما تجيبش، يستحيل، وكان يخلي الثقة تاعه في نفسه تهتز. قلت له شوف مادام قلنا اسمه نقولوه، قلت له غيلاس واش رايك لو كان نعاونك؟ باذن الله نعاونك، لان حتى واحد ما يقدر يبدل واحد غير نحيوها.
من بعدكم باش تبدل نفسك. كاين بزاف يقول لك انا حاب نبدلو ما تبدلش، تجي وحده تقول لك عندي زميلتي حبيت نبدلها ما تبدلتش. ليس عليك هداهم، باش يقول ما قدر. صحيت، ليس عليك هداهم. قلت له انايا واش رايك لو كان نعاونك نكسروا هذه السلسله؟ قال لي ما شكيتش. شكون اللي هضر؟ الصوت القوي تاعو ولا صوت الداخل؟ صوت ضعيف، صوت ضعيف داخلي. قلت له شوف، دير ثقه في ربي ثم دير ثقه فيا وباذن الله تبارك وتعالى نتعاون. قعدت معاه، بدينا اول حاجه قلتها له باش الصوت الداخلي، باش نجاوبك الان، باش الصوت الداخلي تاعو القوي عاود يرجع. قلت له تروح للدار في تمرين يدوم مده اسبوع، سبع ايام. واش دير؟ تحكم ورقه وقلم او مجموعه اوراق وقلم لا تقل على 7 صفحات، تكتب كل ما تعلمته في حياتك واتقنته في حياتك. قال لي شوفوا الان كيفاش الصوت الداخلي يهضر. قال لي ما تعلمت حتى حاجه كبيره في حياتي. قلت له روح للدار ودير هذا التمرين من ابسط شيء. نعطيكم غير مثال بسيط جدا. تعلمت نمشي. صحيت. شكون اللي تعلم يمشي اكرم، انت ولا واحد اخر غير؟ انت باش تعلمت تمشي، بذل جهد ولا ما بذلت جهد؟ صحيت. مادام تعلمت نمشي وطحت ونط ووقفت ومشيت، قادر نتعلم اي حاجه وكلها راهي تشبه للمشي. زيد حاجه واحده اخرى تعلمتها، زيد وشنو؟ الاكل. صحيت. تعلمت ناكل. باش تعلمت تاكل تعرف واش كان يصرى لك؟ كان تحبس ليت. كنت تدير في روحك مهزله مسخره. تحطها ساعات هنا، ساعات تحطها هنا، ساعات اللبسه اللي ملبسينك قريب في الماكله، قريب يحكموك يدخلوك انت كاع في الاله تاع الغساله، في الماشين لافي، انت بحوايجك بكل شيء. وجا وقت وين وليت تاكل وما توسخش روحك وما دير حتى حاجه في زيد حوايج تعلمناهم. تكلم. نعطيكم مثال بالنسبه للذكور، اغلبيتكم راكم تلبسوا ديروا السبته. فات عليك وقت ما كنتش تعرف تلبسها السبته، كنت تلبسها كي الحنش، تخرج هكذا خارجه منا، شكون اللي تعلمها؟ انا قدامكم انا راني ندير هذا الربطه تاع العنق، فات عليا وقت ما كنتش نعرف اصلا نربطها هذه، حتى جاء واحد وعلمني وقعد معايا قريب نص نهار، وهو يدير لي دخلها من، خرجها من، ديرها من، نص نهار تربطها وتدخلها تخرجها بالذات. ومن بعد في اخر المطاف تعلمتها. لطفي قلت حاجه مليحه قبيل تعلمناها لي الكلام. تعلمنا نهضروا، رانا نهضروا الان بلا ما نفكروا، شكون اللي يتعلم يهضر؟ حنايا. صحيتي، بالنسبه للبنات انتم اغلبيه صحيتي تعلمتي طيبي، كان فات عليك وقت ما تعرفيش تشعلي حتى العود تاع الزلاميط، الكبريت ما تعرفيش تشعليه، ومن بعد بالوقت وليتي كنتي دوخي كي تشوفي يماك تشعل زلاميط. صح. دوخي ولا ما دوخيش؟ ومن بعد بالوقت ممكن حركتي يديك. يعطيك الصحة. قلت له غيلاس اكتب لي ما لا يقل على 7 صفحات على اشياء تعلمتها في حياتك. كتب. وقلت له اكتبها باللغه اللي حبيت، هو كتبها بالفرنسيه باللاتينيه، قاعد يكتب. ومن بعد جاب لي تقريبا 7 صفحات هكذا، جابهم في كناش 7 صفحات مكتوبين. قلت له الان التمرين رقم 2 بس الصوت الداخلي روح. قلت له الان تروح للدار وتقعد وحدك تقرا هذه الاوراق وكانها تاع واحد قال لك يرحم والديك. قل لي هذا الانسان عنده ثقه في نفسه ولا ما عندوش؟ لان احنا كي نشوفوا روحنا احيانا نحقروا نفوسنا، بصح كي نشوفوا روحنا من برا من الخارج نشوف الله غير ما شاء الله، هذا تعلم يهضر، تعلم ياكل، تعلم يشرب، تعلم تطيب، تعلم كذا، تعلم يمشط، تعلم يلبس النظارات تاعو، تعلم تعلم تعلم، والله غير قادر يزيد يتعلم في حياته. هذا التمرين الذي قد يبدو بسيطا خلى غلاس يكسر هذه السلسله، وبعد زدت معه بعض التمارين ويبدو لي انه مانيش عارف، حتى يبدو لي حتى المخرج يوافقنا في هذا الشيء ان موضوع الثقه بالنفس لازم له لانه مهم جدا. ورانا ما تكلمنا تقريبا، رانا ما تكلمنا فيه على حتى حاجه غير مقدمه. وزيد نقول لكم غير سامحوني برك، راني استاثرت بجل الوقت في الحديث، نقول لكم علاش. لازم من اجل توضيح الفكره اكثر. زيد اكرم لازم نعرفه. نقول لك علاش، لان هذا تخصصي في التدريب في التنميه البشريه، زوج حوايج التحفيز والثقه بالنفس، هذا تخصصي، هذا التخصص تاعي، سي ما سبيسياليتي. هذه اللي تهضر فيها معناها انتم جيتوا لي ضربتي درك، راكم جيتوا في الميدان. صحيتو. كي كنا في مواضيع واحد اخرى كنتوا في ميدانكم، كنتوا غير انتم تهضروا، صح. الان رانا في استاذ، ولهذا نستسمح منكم نديروا عدد ثاني في الثقه بالنفس، مهم جدا، ونحكيوا على بعض الاشياء
ونختم حلقتنا اليوم بتلاوة أو بقراءة حديث سيقرأه على ما سمعنا أحد الحضور، فاستمعوا إلى ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد لحظات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من بين علامات القوة في المؤمن ثقته بنفسه بعد الثقة بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير والصلاح. انتظرونا في عدد جديد من هي العليا وفي نفس الموضوع، الثقة بالنفس بإذن الله تبارك وتعالى. سنتحدث عن أشياء أخرى مهمة في هذا الباب وهذا الموضوع. إلى ذلكم الحين، إلى لقاء جديد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.